طريقة البحث وحكيت عن الديزاين من ناحية الكروس سكشنال كيس كنترول كوهورت راندومايز ترايل سيستماتيك ريفيوز كلياتها مطلقة في التفاصيل. الآن statistical analysis برضو يجي الآن عند الأرقام صارت الريزلتات عندك statistical analysis interpretation تبعنا رح أيضا تعطيها الدكتورة عن الخبرة. الآن أوكي بعد ما صار عندي تحليل وصار عندي تيبلز وصار الآن publication. أوكي publication فرجيتكم كيف scientific writing وكيف إنه ممكن الواحد يكتب paraphrasing وكيف plagiarism كيف citation بصير referencing. إذا الآن إحنا ماشيين في هذه process إحنا عرفنا بهذا المستقبل صعب نكمل الموضوع research لحتى تقدروا تبدوا ب graduation. إذا الآن عن الرايتنج بدنا نحط المانسكريبت اوكي جهزنا الريبورت شو النكست ستيب بعد ما كتبنا درافت للمانسكريبت ايش نراسل الجورنالز يعني اللي ببليكيشن بروسيس انا بدي انشر بدي انشر البيبر اللي انا كتبته ريسيرش تبعي اللي وصلت له هذا الريبورت بدي انشره. طيب كيف بدي اختار المجله؟ شو الأشياء اللي أنت مهلها؟ بيس على التوبيك قوة دراستك ممكن تقايد يوجو تختار إنك ما خلينا نختار مجلة بنت حلال وتمشي لنا الليميتيشنز اللي إحنا عارفينها يعني. الفاند هل تقدر open access بالضبط. إذا مو في كمان اسمين هناك الإمباكت فاكتور فهي ايضا الاشياء اللي هي الكي كونسيدريشنز فهي هاي موضوع محاضرتنا اليوم. بدي اسوي إذن اليوم نحكي عن الـ Publishing the Health Research Comprehensive Guide. أوكي؟ فبنبدأ أول شيء نحكي الـ Health Research Publication اللي هي الـ Final Step in the Research Process. هي آخر شيء اللي هي الـ Publication of your findings. So, findings are shared with the broader community. أنت بدك تشير your findings تحكي إنه بقيت في علاقة ما بين Factor A and B تحكيها توصلها للعالم ممكن تستفيد منها. لا مثلا treatment guidelines ممكن تكون لا ممكن policies public health policies بحيث انه مثلا وجدنا factor increase risk مثلا هذا الفاكتور كان مثلا نحكي healthy lifestyle كثير طبعا هذا معروف جدا healthy lifestyle associated with increased risk او decreased risk of cancer فهي معناته في health policies مفروض انها تكون لحتى انها تقلل تحسن من اللايف ستايل وحتى تشجع على الهيلثي لايف ستايل في الكوميونيتيز المختلفه في بين ستودنتس بين الموظفين في كل الشركات وغيرها وغيرها. اذا هي الفايندينجز تبعك انت بتنشرها لحتى تفيد فئات مختلفه حسب الفايندينجز تبعك تريتمنت حكينا تريتمنت جايدلاينز صغيره ف اتس فايتال فور ادفانسينج ساينتفك نوليدج اند انفورمينج بابليك هيلث بوليسي. So today we are going to نعطيكم شوية guide through selecting the right journal for your research and to detail the manuscript submission process and provide best practices for successful publication. اليوم إن شاء الله رح نغطيها. الآن أنت في أمامك خيارين إما أنك تكتب draft للmanuscript تبعك وبعدين تصير تدور على المجال اللي ممكن goes with the scope أو topic تبعك أو إنك من البداية تحدد مجلة وتشوف شو الفوكس تبعها
وتصير تحول الفوكس تبعك في كتابتك بشيء يرضي هاي المجلة. هلا اللي بصير فعليا انه او اللي ممكن اللي بحكيه من يعني من خبره انه انا بكتب او غيري بكتب او كذا، اللي بصير فعليا انك انت بتكتب طلع الفيرست درافت ريجاردلس، انت بتعطي الانترودكشن بتعطي الكذا وبعدين بتشوف الجورنال اللي بالسكوب. لما يجيك ريجكشن بدك تفكر شلون بدي ارضي هاي المجله، شلون بدي انا او في مجله ثانيه هاي كويسه شلون بدي ارضيها. هذول بهمهم اكثر شيء ثم انه فوكس اعمل على اللي هي يعني ethical issues اكثر مثلا. هذول بيعملوا فوكس انه بحبوا الميكانيزمز اكثر، هذول بيعملوا فوكس على يعني حسب المجله اللي انت بدك اياها. فبصير انت بدك تكتب الانترودكشن، طبعا هي فيش مجال بالميثود والريزلتس، ما في مجال انك تعدل، لكن الانترودكشن وطريقه طرحك للقصه هون بتقدر تعدل فيها. حتى الدسكشن الدراسات اللي بتاخذها لتقارن فايندينجز تبعتك وطريقه طرحها وقصه طرحها هون بتقدر كمان تعدل فيها. يعني في مانسكريبت ممكن كتبتها 3-4 مرات وكل مرة أزيد كل مرة أزيد لحد ما إنه يعني ألاقي لحد ما لقيت إنه مجلة وهي بتنشر في هذا المجال، صرت أشوف شو بدها وأسوي القصة زي ما هي بدها، لأنه خلص بدي أخلص منها البيبر وتنشر. يعني هي كان مشكلتها إنه فيش دراسات زيها ومش قادر أسوي ديسكشن، ما عندنا كثير دراسات اعمل مقارنه من فايندينجز تبعتي معها. صرت من قراءه لهي المجله هي في نفس موضوع هاي البيبر اقرا اشوف اطلع اكتب اشوف هون اكتب اغير هون هاي الموضوع الجديد ممكن اطرحه، هذا الموضوع الجديد ممكن احكيه بطريقه واتناوله، ممكن هاي الريزلت الصغيره اللي انا كنت متابعه لا هاي اعملها هايلايت واحكيها بالدسكشن. فالان هي اندر ريفيو، فالحمد لله يعني ما دام وصلت اندر ريفيو يعني بس مشيت يعني الأمور الحمد لله إن شاء الله. فأنا بستنى. فالنقطة هنا يعني بحكي لك إيش النظري، إنك تختار مجلة وتضبط الماسكريبت تبعك على هواها، لكن أنا بحكي لك كل إشي العملي إنك أنت تكتب الماسكريبت تبعتها، إذا ظلت ريجكتد وترجع لك لا ماشي أوكي دور على مجلة وسوي ضبط، لأنه متعب جدا إنك ترجع تكتب من أول جديد، ترجع تحول القصة، ترجع تضيف لها من هون، متعب جدا يعني رح تاخذ منك البيبر جهد أكثر ما إنك تسوي بيبر واحدة ثانية. فهاي من الأشياء يعني ممكن إن هي في أهمية جدا إنك تشوف the right journal، إنك أنت تختار من ناحية الايمز الاوبجكتيفز للمجلة وغيرها. والايرلي سيلكشن حكينا أهميته إنك أنت من البداية تحدد شو المجلة وتيلر يور مانسكريبت تو ميت ذا سبيسيفيك اكسبكتيشنز اوف ذا جورنال. اوكي؟ So it will increase the chance of acceptance by aligning with the journal's focus. عندك بيجي الإديتور بحكي هاي زي اللي احنا بدنا اياه. احنا نغطينا زي ما انتم بدكم بس خذوها. اوكي؟ الآن في البداية ممكن إنك أنت لما تكتب المانسكريبت كيف ممكن أنا الآن أدور على جورنالز؟ أول شيء ممكن أنا شخصياً مثلاً بروح على الريفرنس ليست وبشوف وين أقيم، بشوف المجلات المنشورة اللي هي تتناول نفس المكتبة. فهاي المجلات بشوف كل واحدة منها، بشوف هل رح نحكي عنها الكاركترستكس تبعها، شو الإمباكت فاكتور تبعها، شو الإندكس، بيتش إندكس، شو وضعها، هل ناشرة زي دراساتنا أو مش ناشرة. يعني ممكن أحكي إنه أنا الدراسات اللي أنا يعني هل عندها تأخذ cross sectional studies، هل بهمها دراسات من الشرق الأوسط أو من يعني ميدل إيست كان، أو ممكن من المنطقة العربية. في مجلات بيحكوا لك روح اكتب مجلة محلية ليش جاي لعنا تنشر. فأنا بشوف إذا في هيك دراسات منشورة عندهم معناته بصير هلا بدرس نفسية الإديتور، نفسية الإديتورز في هاي المجلة، هل ممكن ياخذوا البيبر تبعك أو لا.
فهي يعني اول سورس انا ممكن اشوفه الانترنت سيرش، ومن الاشياء اللي انا بشوفها بالانترنت سيرش برجع لهذا الموقع شخصيا بحكي لكم من خبره، يعني ممكن انتم تستفيدوا منها للي بحب. بروح على هذا الموقع بكتب STR Scientific Journal Rankings، هون بيعطيني شوية الترتيب لبعض الجورنالز، ف برجع على Subject Categories وبختار الشيء اللي أنا ممكن اللي هي كله باين عندكم صح؟ مثلا لو رحنا على مثلا كانت البيبر تبعتي على هتطلع لي كل suggestions عندنا هون nature reviews cancer cancer cell مرتبة من حيث القوة. اوكي لما نحكي Q1 Q2 Q3 and Q4 عندك المجلات اللي indexed في Scopus احنا حكينا عنها هي database. هلا اذا كان بيعطوها اللي هي الكوارتايل بتتصنف حسب الكوارتايل حسب مين اقوى، اقوى شيء اللي هو كيو 1 اللي هي من 75% ل 100% وكيو 2 الكوارتايل الثاني من 50 ل 75، كيو 3 الكوارتايل الثالث اللي هو من 25% ل 50% والرابع اللي هو لحد 25%. تمام، كل ما رحت على الكوارتايل الاعلى يعني هاي المجله بتكون اقوى ومحترمه اكثر. الان بشكل عام كيف اعرف وين اروح؟ يعني حاول تروح Q1 Q2 Q3 لا تروح لها. اوكي Q1 Q2 هذول اللي احنا يعني اذا انت شايف البحث طبعا انه قوي وكذا، حتى يعني انه اذا ما في ضعف ديفكت واضح لا تروح الا على Q1 او Q2. هلا هل هذا ثابت؟ لا ممكن يتغير، يعني في عنا بعض الدراسات اللي نشرتها في مجلات Q2 بعد فتره صارت Q3 وفي العكس كانت Q2 بعد فتره صارت Q1، هي بصير تصنيف شوي بيختلف حسب المجلة اللي لها كثير من المتريكس اللي بيقيسوها لحتى يحددوا قوة المجلة. الآن مثلا هي عندي هون المجلات هذول كلياتهم Q1 وإذا كانت open access ببين لي إياها هون عندي. فطبعا هاي قوية جدا المجلة، مثلا عندنا Nature Reviews Cancer 26، فأنا يعني شوي بدي الواحد مثلا لو بدي ينشر هون بروح على آخر واحدة بال Q1. ايوه رحم الله امرئ. فايش هاي من الاشياء طبعا depends on the study quality design قوته case control قوية لا ايه up to the high. يعني كثير من الاشياء اللي كنت انا مثلا ابعتها rejected ارجع ابعتها مرة ثانية لاعلى impact factor لاقوى منها وتنقبل، فهي شوي هاي الشغلة مش كثير دايما ثابتة، فلا بعدش بالعالة يعني علي عالي شوي شوي بتنازل. تمام ف كي عليها الايفل هاي انه اوبن اكسس، فالاوبن اكسس فيها بيمنت، فانت بدك تكون محدد شو امكانياتك من ناحيه الدفع لهذا البحث او تمام. نفرض انه مثلا خلينا نروح مثلا على مجله ناخذ واحدة منهم مثلا اللي هي انا ما بعرف ايش واحدة
اكثر. نعم. لا الزمان قبلت خلص rejected خلص انت في حل. اما اذا قبلت عندهم accepted for publication تدفع. شو رح نحكي هلا عنها شوي؟ مثلا فتت على وحده من المجلات اللي هي كانسرز اسمها، اعطاني شو السبجكت اريا الكاتيجوري تبعها، هل هي goes with my مثلا research او لا، هل هي بتحكي عن clinical، هل بتحكي عن preclinical studies. انت حسب شو نوع دراستك بدك تقرا وتشوف. بس انا بالاخر لحد الان ما فتت على المجله، فممكن من هون برضه بيعطيني اكسس اني افوت على الهوم بيج للمجله نفسها. فهي كانسرز اوكي. فهي كانسرز الناشر اللي هو MDPI، هذه معروفة مشهورة هاي النشر. طبعا هي open access ففيها دفع. الامباكت فاكتور لهاي المجلة 4.5. it's indexed in PubMed. مدامها quartile فهي indexed ايضا في Scopus. لما نحكي Q1 Q2 Q3 Q4 معناته هي Scopus. اوكي. وسايت سكور ايضا من المتريكس اللي ممكن احنا نقيس فيها اللي هي المجلة اللي هي 8. فهون لاحظوا انه اول شيء في المجلة بتعطيني اللي هي تعريف بهاي المجلة، بتعطيني الايمز السكوب تبعها، هي open access، بحكي لي عن الاندكس تبعها اللي اندكس with Scopus، الويب اوف ساينس، PubMed، PMC، MBase، فهي قوية. Q1 من ناحية ايضا الاشياء اللي تهمنا اللي هي البابليكيشن. في مجلات اللي هي يعني مثلا هون rapid publication سريعة بترد لك خبر بسرعة، بصير النشر بطريقة سريعة. في منهم لا بحكي لك احنا مثلا او بتشوف انه الناس شو هيك حاكي عن حالها من ناحية سرعة النشر، وممكن تشوف كمان ناس شو حاكين عنها من ناحية سرعة النشر. هلا يعني مثلا في بعض المجلات هلا من الاشياء اللي نشرت فيها مثلا بلس ون منيحة ممكن تاخذ البيبر اذا كانت قويه، ريجكشن عندها سريع كويس. يعني لما يجيني ريجكشن سريع بختصر علي وقت اني استنى ويرجع ريجكتد. فهي من الاشياء اللي ممكن تشوفها يعني هل هو يعني بهاي الطريقه او لا. ففي منهم لا، في منهم يعني في اخر بيبر لا انا عندي يمكن بقالها عملت لها سبمشن بشهر 2، شهر 4 راحت بير ريفيو، لحد الان بعدها اندر ريفيو. فيعني هي انا منه عليه لما اشوفها انها مدامها اندر ريفيو اتس جود انديكيتر. بس ما يحكوا لي بالاخر احنا كنا عم نحاول نبعثها للريفيورز which is وارد يعني كثير، كنا عم نبعثها للريفيورز بس ما لقينا ريفيورز، فاحنا سوري ما رح نقدر نشوف حدا يشوف البيبر تبعك، خلص ابعثها لحدا ثاني دبروها جيبوا لكم حدا. احيانا بيقول لك اذا عندك سجستشنز للريفيورز ابعثوا لي، وممكن تبعث لهم اوكي ما دام ما عندكم هي هذول اسماء، بصير تحكي فلان رح يجيك ريفيو، فلان اسمع رح يجيك بيرفكت. اوكي بس ممكن هم برضه ما يبعثوا لهم، يعني ممكن ياخذوا منك اسماء وما يبعثوا لهم، وهذا اللي بصير دائما او غالبا. اوكي اذا هاي البابليكيشن البروسيس بهمك تعرف انه اسم لا تقرب على هاي المجله، هاي المجله والله بطيئه راح تعلق وراح تاخذ من وقتك. هاي لو سريعين يعني اذا في ريجكشن نفس اليوم ممتاز، هذول اذا هيك ممتاز، اذا مر اليوم ما في ريجكشن اتامل انه مشيت امورك. ف طبعا الريجكشن لا يعني انه البيبر تبعتك زي ما حكيت لكم انها سيئه او فيها مشكله، بس التنافس شديد جدا بالببليكيشن، خصوصا انه الان انه الببليكيشن فيز عاليه. يعني انت بتحكي احيانا عن 2000 3000 دولار. ما في جامعه بتدعم الببليكيشن فيز. هون مثلا بدعموا بحد يعني حوالي 500 دولار وبعدد محدود، يعني معك يعني كاعضاء تدريس ممكن 3 أبحاث بالسنه يدعموا لك اياها وبحد 500 دولار.
طبعا ولا مجلة بتنشر 500 دولار اذا كانت اوبن اكسس. اقل يعني اللي بنشوفها 900 بنحكي هاي ممتازة. هي زي انه انت اوكي احنا بنساعدك 500 دولار. هاي اللي رموا الجامعة الثانية في مختلفة، في لهم سياسات مختلفة. قعدوا هي التدريس. ما هي مكملها من عادي من عندنا اكيد وين نكملها. فهي فبتصفي هنا الكوست عالي للببليكيشن. فاغلب الناس وين بتروح؟ على الفري، على اللي انه ما فيش فيها دفع. فهذول المجلات اللي ما فيها دفع عليها ضغط عالي جدا جدا جدا. فبالتالي يعني احيانا بتضطرك انه لما تروح تقدم مش عيب في البيبر تبعك، ولا لانه هي ضعيفه او كذا، لانه الضغط على هاي المجلات بيبقى عالي. فممكن ساعتها اذا انت خلص بدي انشر البيبر حتى لو دفعت بتروح للاوبن اكسس. فكنا بنحكي عن رابط ببليكيشن بحكي لك مانسكريبت ار بير ريفيود اند فيرست ديسيجن از بروفايدد تو اوثرز ابروكسيمتلي 16.3 دايز. يعني بعد تقريبا اسبوعين برد لك خبر. ممتاز. Acceptance to publication is undertaken in 2.5 days. هاي كمان يعني من الأشياء اللي يعني حتى لما أنت يبعثوا لك الريفيو يبعثوا لك إياها وتعمل الريفيو وترجعها وكذا، فمعك بيعطوك مثلا يومين ونص. فهاي مجلة مثلا تحكي عنها سريعة. هلا بعض المجلات لما تفتح الويب سايت بتلاقي هاي المعلومة، بعض المجلات لا ما فيها هاي المعلومة. أوكي؟ فانه انت بدك تبحث عنها. ممكن تبحث من زملائك، تسالهم حدا سبق نشر في هاي المجله شو خبرتكم فيها. قلت لكم هاي المجله اللي انا اللي عم بستنى بعد من شهر 4 لحد هلا بعدها عندها ريفيو. بعديها بفتره واحد بحكي لا تنشروا فيهم هذول، هذول بطيئين. قلت له هلا جاي. نعم بالضبط، مش انهم خاصه. فهي شوي انك انت تستفيد من خبره زملائك في المجلات، واي مجله بتريكومند لحتى تببلش هاي من الاشياء اللي ممكن انك تستفيد منها. It's unethical انك تبعت الارتكل لاكثر من مجله. يعني اذا اكتشفوا انك باعتها لاكثر من مجله يعني هذا رح يكون بلاك ليستد هذا الاوثر. تمام؟ بتخلص من الاولى ريجكتد بتروح للثانيه، ريجكتد بتروح للثالثه. لو قعدت سنه سنتين بدك تضلك صادر. في بعض البراكتسز لبعض الاوثرز ما بعرف كيف بيسووها، يعني كيف لهم قوة قلب يسووها. انا من يعني واحد بحب يحافظ على صفحته وسمعته كباحث، فهم بيبقوا بيبعتوا لاكثر من مجلة. المجلة اللي بتعطي رد ايجابي اول بكملوا معها والباقي بردوا بيسحبوا منهم. احنا صار بدنا نسحب البيبر تبعنا. تزبط معهم مره مرتين بس يعني الواحد ليش يفوت بريسك انه يشوه سمعته كباحث. يعني انا يعني هذا الشيء بعتبره شيء مش لازم الواحد يقرب عليه اصلا. الاشياء ايضا اللي ممكن تنتبه لها في المجله اللي هي كل قديش بتنشر. في منها شهريه، في منها كل شهرين، لحتى تطلع إشو أو يعني عدد لهاي المجلة. فاللي بيكون كل شهرين نبعد عنها شوي، لأنه most likely إنهم راح يطولوا تردوا عليه. وأنت شهرين إنه يعني هاد لسه كل عدد كل شهرين معناته فيش عندهم إشي كتير، مش سريعين، مش هاي راح يطولوا عليه، ببعد عنهم. أوكي. فهاي اللي هي اللي كنا عم نحكي عنها. نرجع للمحاضرة تبعنا. حدا عنده سؤال؟ واضح كل شيء؟ اوكي. اوكي، اذا الكي كونسيدريشنز حكينا الايم اند سكوب اوف ذا جورنال،
بشوف الفوكس اريا لهي الجورنال هل بتتناسب معي، هل هي بري كلينيكال داتا، هي كلينيكال داتا، هل هي سيرفيز بتقبلهم. يعني هاي الاشياء كلها بتكون واضحه عن اباوت ذا جورنال. بتفوت اي ويب سايت لاي مجله بيكون حاكي الايمز والاوبجكتيفز تبعها. تارجت اودينس هو ريز ذا جورنال ريسيرشرز كلينيشنز اللي هم البوليسي ميكرز. فانت بدك تشوف هاي المجلة مين بتخاطب عادة. طبعا كل ياتي بالنهاية الفقرة نفسها كله بتلاقي. وانت بدك تكون ايضا موضح برسالتك او اللي هي المسج اللي بدك توصلها في البحث تبعك، انه انت عم بتخاطب الاطباء to consider. هل بتخاطب الباحثين to consider انه في gaps هون. هل بتخاطب البوليسي ميكرز انه نتيجة هاي زبطوا اعملوا awareness مثلا سووا campaigns whatever. إذا أنت بدك تحدد هاي حتى تطلع فيها بالconclusion إنك أنت عم تحكي مع مين، عم تحكي مع researchers، عم تحكي مع clinicians، عم تحكي مع policy makers. وبالتالي لما تختار المجلة ممكن هذا الشيء أحيانا يحدك. The impact factor اللي هي measure of the journal's influence based on citation metrics اللي هي قد إيه هاي المجلة ال articles المنشورة فيها عم بيصير لها citation. بحسبوها بهاي الطريقة اللي هي الامباكت فاكتور. الاوبن اكسس فيرسس السبسكريبشن هلا رح نحكي عنها بالتفصيل. هاي وضحتها. ايفالويتنج الامباكت اند اذر ميتريكس. Significance of impact factor. No, higher impact factor often indicates a wider readership and greater influence within the field. إنه معناته هاي المجلة إنها عم تنقرأ أكثر، بتطبق أكثر، فيها guidelines. المهم findings تبعها عادة قوية، فيها شوية bias. إن المجلات القوية ما بتنشر غير findings اللي هي significant. فإذا ما في عندك شيء significant will reject your finding أو البيبر تبعك. فبالتالي بصير هاي الجورنالز لأنها بس بتقبل significant findings بصير لها citation أكثر، فبالتالي الإمباكت فاكتور تبعها أعلى. بينما إحنا بنعرف إنه حتى النيجاتيف ريزلت إز ريزلت، وإنه لازم كلها ريبورتد إت ذا سيم تشانس. يعني هم المجلات ما بيعترفوا بهذا الشيء، ما بيحكوا إنهم هم بيميزوا وبياخذوا بس significant findings. لكن احنا عارفين كريسيرشرز انه انا الفايندينج لما تكون significant عندي رح تنشر من اول submission. لما تكون ما فيش significant رح تغلبني شوي. فهي يعني الاشياء شوي بتغلب كباحث، والمجلات بتحاول تغمض عينها عنها. وبالتالي المجلات القويه هي مجلات بتنشر significant findings بس citation اكثر، impact factor تبعها اعلى. Other bibliometric indicators like H index. ممكن نشوف على المجلة measure both the productivity and the citation impact. The site score either similar to the impact factor but considered بياخد أشياء variables تانية كمان وبقيسها. والalgometrix اللي هي tracks the attention and on article في السوشيال ميديا والنيوز هل عملت impact أو لا هاي البيبر. فهذه الأشياء اللي ممكن نعملها evaluation. الآن إحنا كريسيرشر شو بنطلع؟ أكثر شيء بهمنا الكوارتايلز Q1, Q2, Q3 وإنها indexed Scopus وأيضا ISI indexed. شو المقصود بال ISI indexed وScopus؟ Scopus إذا اسمها موجود بScopus فهي Scopus index. إذا Q1, Q2 مصنفة فهي معناتها مثلا تصنفت Q1, Q2 فهي حسب Scopus، هي already بScopus. فأنا نرجع هون نضل نقنع هذا من الديسبلاي. ممكن انا افوت هون على سكوبس احط اسم مجلة مثلا، بروح على سورسز،
حاط مثلاً مش subject area، بدي أبحث حسب العنوان title. حط مثلاً class 1 فهي plus 1 البرسنتايل تبعها 89%. أول شيء لما أشوف اسم المجلة موجود على سكوبس فهي سكوبس إندكس. ثاني شيء باجي بطلع على البرسنتايل 89% معناته Q1. بدي أعرف أكثر عن المجلة بفوت على المجلة، يعني بفوت على الموقع على الديتيلز تبعها، بتعطيني هاي السايت سكور تبعها، الاس بي ار، هاي السبجكت اريا مالتي ديسبلينري، وتعطيني حسابات تبعها وهكذا، كيف انها هي متنوعه وفيها يعني عده تخصصات طبعا في مجالها. فهي سكوب. بس الان نحكي على اللي هي الاي اس اي. شو المقصود بالاي اس اي؟ هي من كلاريبت. فاذا انت بدك توصلها كلاريبت سيرش حط هيك هي لها علاقة الويب اوف ساينس. بفوت هون السيرش تبعها موقع كلاريبت اوكي، وبعمل بحط بلس 1 مثلا سيرش، بقرا هون شو اللي هي وين شو وضعها هون. اول شيء اذا ما طلع اسمها ما بتكونش اي اس اي اندكس، ما بتكونش بالكلاريبت هي ايضا اندكس. طبعا المجله القويه اذا كانت اندكس بسكوبس، اذا كمان موجوده بالاي اس اي اقوى اوكي، يعني هاي كمان ادفانتج لها. فالان بطلع هون هي ساينس سايتيشن اندكس اكسباندد، فهي اندكس في اللي عندنا بالكلاريبت هون موجوده، فهي اذا بلس 1 من المجلات القويه وبتعطيني اللي هي ممكن هون بروفايل بيج بفوت عليها وبتعطيني. طبعا بدك تكون انت تعمل ساين ان لك اكونت، فمش راح افوت فيها هلا، بس سهل تقدر تسويها حتى يعني اكونت فيها اوكي. اذا هاي من الاشياء اللي ممكن تنتبهوا لها حتى نختار مجله اوكي. واضحه؟ Other considerations and journal selection and peer review process. هل هي single blind, double blind or open review؟ شو المقصود single blind؟ انك انت ما بتعرف من الريفيورز. double blind لا انت ولا الريفيورز تعرفوا بعض. والopen review اللي هي مفتوحة الكل عارف، بجاك الريفيور الفلاني اللي اسمه الفلان فلاني بحكي لك هيك هيك، انت الريفيور كمان هذاك ببقى عارف انه انت الاوثر الفلاني اللي مؤلف هاي البيبر، فانت او فهاي اللي هي من الانواع ريفيو بروسيس. برضه اللي هي اللي كنا حكينا it's important to know the typical duration and acceptance rate، هاي الاشياء المهمه. الاندكسينج هل هي في البابمنت في سكوبس في كلاريبت، هاي من الاشياء المهمه عندنا. ensure your research is discoverable by the target audience، طبعا شو اهميه انها تكون اندكس؟ انه انا اذا هاي الجورنال مش اندكس في سكوبس مش اندكس في كلاريبت، خلينا نحكي سكوبس مينلي يعني هي الاعلى منها كلاريبت اوكي، بس خلينا نكتفي بسكوبس. اذا مش اندكس بسكوبس فالقارئ او اللي بدور على بيبر صعب يلاقيها، فبالتالي انت النتائج تبعتك مش راح توصل لحدا كثير، وبالتالي النتائج تبعتك مش راح تصير لها سايتيشن كثير، فهي انت يعني بتاثر على الكل. It's important انك انت تروح على السيتيشن وتدور عليها. Submission system هل هو سهل او لا؟ عادة submission system بيكون من خلال نفس المجلة، بيكون في submit button. حدا جربها؟ حدا شافها؟ بحيث انك انت تفوت بالسيستم تعمل login تعمل account بصير يمشي معك step by step، انه دخل الان عنوان البحث، اول شيء بياخذ معلومات عنك،
بالريجستريشن، بتعمل ريجستريشن اكونت وتدخل معلومات عنك كباحث، الافليشن تبعك، عنوانك، تلفونك، كل هاي الاشياء، رقم الاو ار سي اي دي كله تبعتها، هاي كلياتها بدك تكتبها وتدخلها وتعمل اكونت. بعدين بحكي لك اعطيني عنوان البحث، كوبي اند بيست من البيبر انت من اللي انت كاتبها من المانسكريبت على من الوورد، كوبي بحط التايتل، اعطيني الابستراكت، بحط الابستراكت، اعطيني حمل المانسكريبت، بدي اياها المانسكريبت، بديش اسمع مثلا تظهر فيها، حسب الريفيو بروسس تبعه، بديش اسم مثلا اي شيء يدل على الاوثرز. احيانا بتلاقي بعض الطلاب او بعض كذا حاكين مثلا اجت الدراسه في مستشفى الملك عبد الله في الاردن، خلص عارفه انها من الاردن، فيش داعي تدل على شيء يدل على هويتك في البحث، خصوصا في هاي المجالات اللي بتطلب انها تكون بلايند. بتكمل معاك بعد ما تحمل الماسكريبت وتحمل التابلز لحال، او بتكون التابلز ضمن نفس الدوكيمنت، هاي حسب الجورنال ريكويرمنت، انه هاي الجورنال تطلب انه يكون كل الماسكريبت مكتوب في وان دوكيمنت. في ماسكريبت بتحكي لك لا بدي التابلز كل تابل لحال، في منهم بيحكوا لك حط لي التابلز لحال في وان دوكيمنت، في منهم بيحكوا لك حط لي التابلز باخر الماسكريبت، بعد الريفرنسز حط لي سرد لي كل التابلز، الفيجرز لحال، الفيجرز استخدم السوفت وير الفلاني، شير للفيجرز ب اف اي جي يعني اختصار نقطه، بحكي لك لا هذا بكتبها اف، مجله ثانيه بتحكي فيجر بكتبها كامله، فهكذا انت بدك تفوت اي مجله تعملها سبمشن تقرا شو بدهم، ستايل بدي مثلا الخط تايمز نيو رومان، بدي الخط حجمه 11 12، السايتيشن ستايل منهم ايضا، هاي كلياتها من الاشياء المجلات بتحكي لك بتحددك فيها. هاي وين صعوبتها؟ لما بدك تقدم نفس البيبر لا تيجي تقدمها ريجكتد، تكون ظبطتها ترجع هون ظبطتها ترجع لهون ريجكتد ترجع مره ثالثه، كل مره بدك تشتغل فيها فروم اي تو زي، لحتى اذا ما عملتها بهاي الطريقه رح يكون سبب للريجكشن للدراسه تبعك. في منهم بي اي لك هاي الستايل، إذا عجبتهم الفكرة بيحكوا لي ظبطها على الستايل. يعني طريقة. ما بعرف أنا ما بستخدمها، أنا ما بعرفش غير أمشي from A to Z، ما بعرف هاي الأشياء اللي بالنص. في ناس لا قد يكون هو أحسن، اختصر وقت، بس أنا ما بعرف. فبترجع للباحث وأسلوبه. اذا السبمشن سيستم في منهم احيانا بيحكوا لك ابعت لي اتاتشمنت باي ايميل، لانها كانت اصلا في الزمانات القديمه كل السبمشن يصير من خلال باي ايميل، بعدين صار السبمشن سيستم. لكن في بعض الجورنالز لحد الان على الرغم من انها قويه وكذا هي تستخدم الايميل للسبمشن، سيئتها تقدر تعمل تراكينج، انت طول ما انت على السيستم عارف انه هلا هي عنده ريفيو، هلا هي يعني شو اسمه مثلا اجانا فيرست ريسبونس، اجانا سكند ريسبونس، ديسيجن رح يطلع، فيعني ماشي معه. الايميل سيئته طبعا قليل جدا ما ضل على الايميل، لكن سيئته زي ما حكيت لكم اللي هي ما بتقدر تعمل تراكينج للبيبر تبعها. بالسبمشن سيستم حكينا بندخل هاي بنعملها على ريكويرمنتس، بعدين بحكي لك قد يحكي لك عم سجست ريفيورز، وممكن يحكي لك لا احنا من عندنا الريفيورز تبعنا، بعدين تعمل سبميت وبتروح عندهم للريفيو بروسس. اوكي احيانا بيحكوا لك اذا انت عندك استعداد تو شير داتا تبعك الان، يعني هاي بتختلف حسب نوع الدراسه، اذا دراسة كروس سكشنال ستدي فانت كل الفايندينجز تبعتك اوريدي هيها قدامكم معروضه موجوده، فانا يعني ليش بدي اعطيك الداتا؟ على الرغم من انه هذه الديبوزيتوريز بيعملوها عشان اذا حدا عنده مثلا من هاي الداتا بيقدر يعمل ريسيرش كويستشن ثاني يستخدمها طبعا باذنك، بس يعني هل انت بتحب الشير الداتا تبعك او لا؟ انا دائما بحكي لهم لا ما بحب، خصوصا ايضا بعض الدراسات او بعض الـ يعني الارتكلز لما تكون كلينيكال داتا، كلينيكال داتا تقدر تطلع في عدد كبير جدا من الريسيرش كويستشنز،
وانس اني حطيت هاي الداتا لهم فصار ممكن يطلع منها بشيء كثير غير اللي انا درسته. بينما انا ممكن هاي الكلينيكال داتا اتعب عليها مره واجمعها واشوف الفاريبلز اللي فيها واني انا ميسنجز اروح ادور عليها واجيبها واعمل انترفيو مع الناس واجمع واتعب عدد بيز كبيره واطلق منها بعدين بعدد كبير جدا من الارتكلز وحور بطريقه كل مره بحكي امام دايبيتيك بيشنتس من عندي الهايبرتنشنز هون بشوف الهايبرتنشن بيشنتس هون بشوف ريسك هون بشوف بريفالنس هون بشوف اذا انا ما راح احب اني اعمل شيرنج لهي الداتا. الاوبن اكسس في من او فيرسس اللي هي سبسكريبشن جورنالز في جورنالز اللي هي هلا اما انت بتدفع او القارئ بدفع واحد منهم بده يدفع. اذا انت رحت على سبسكريبشن جورنال معناته القارئ بده يدفع اللي بتشوفوا انه ما في فول تكست بدك فول تكست فوت وادفع صح. فهون هاي المجلات بتحقق ربحها من هذا المجال. مجلات بتحكي لا انا بفتحها للجميع يقراها لكن انت كباحث بدك تدفع اوكي. فهي اما انها تكون سبسكريبشن جورنال او اوبن اكسس جورنال في منها هايبريد انت لك الخيار. اما ان تروح للسبسكريبشن وبناء عليه راح تكون اكثر يقراها الا اذا واذا انت فتت لهذا الشيء راح ياثر على السايتيشن لإلك مش راح تكون راح توصل الكل بشكل كبير. واذا قررت انك تروح للاوبن اكسس في هاي الحاله ان انت اوكي بدك تدفع بس ايش الادفانتج تبعها انه راح توصل ناس كثير راح يصير لها سايتيشن بشكل كبير راح تنقرا بشكل كبير. في شيء اسمه اللي هي الجولد اوبن اكسس اللي هي الايميديت اوبن اكسس تو ذا فاينل ببلشد فيرجن بيعطيك اللي هي جولد اوبن اكسس بيعطيك الاوبن اكسس بشكل كبير لكن ممكن في اوبن اكسس اللي هي بيعطوا بس للاوثر هاي النسخه لك انت شير مع الناس اللي حواليك بشكل محدود. الكوبي رايت اند لايسنسنج اللي هي انت لما تكون في خلال السبمشن بيحكوا لك انت عامل سبمشن حقوق لمين حقوق الملكية والنشر هاي لمين بدك تنقلها للمجلة فبدها يعني في منهم بيحددوا اللايسنس شو نوعها هل تكون فقط يعني لليوزر او انها تكون ايضا من خلال السوشيال ميديا ممكن انك تنشر الفايندينجز تبعك او لا. فهي حسب انت كيف تتفق انت والمجلة بتكون خلال السبمشن اخر اشي بصير يحكي لك تتفق انت وياه على على اللايسنس وعلى الكوبي رايت وهي الاشياء في حال قبلت اوكي. تايبس اوف فيز حكينا الاوبن اكسس فيها دفع وفي اللي هي سبمشن في بعض المجلات غير اللي هي الاوبن اكسس انت عم تدفع حق الاوبن اكسس هاي بسموها اللي هي الاوبن اكسس ارتكل بروسيسنج تشارجز. وفي اللي هي السبمشن فيه في بعض المجلات بتحكي لك انت بس مجرد السبمشن تدفع حتى لو عملنا لك ريجكشن طبعا هاي بنقلك عليها حتى اني انا ناسي انها موجوده لانه انا مش قبل نوت كونسيدر بي جورنال انه بدها اياني ادفع ما في فند يعني هذا الشيء انت بتحكي لو واحد هي هالبيبر اللي بينشرها بس بس واحد عم بنشر كل شهر شهرين عم بنشر بيبر ما بتوفي ما بتمشي الامور تمام. فالآن البابليكيشن فيز في منهم بيحكوا إنه بس تنشر ادفع لنا البابليكيشن في منهم بيحاسبوك على الصفحة إذا فيها رسومات تدفع أكثر وإذا فأنت عندك فهاي إذا هي بترجع للجورنالز وأنت قديش عندك استعداد تدفع. لكن الآن إحنا شو الأدفانتج كونه اللي هي low income countries إنهم بيعملوا أحيانا discounts and waivers. هلا احنا الاردن في upper low middle income countries احنا low middle income countries still ناخذ 50% discount لكن مثلا في countries بياخذوا waiver كامل مثل اليمن I think مش عارف في اليمن اللي بتذكر انه كان هذول بياخذوا waiver كامل. فأحيانا لما يكون الريسيرش تيم متنوع لما يكون في حدا من هون حدا من هون حدا من هون
وشوف لك حدا بيعمل، مو مشكلة، ممكن يساعد في البابليكيشن. عرفتوا كيف؟ أيضا الأشياء اللي ممكن تكون اللي هي بعض الانستيتيوشنز، الجامعة بيعملوا اتفاقيات مع، خصوصا لأنها انستيتيوشن، المفروض الجامعة هي انستيتيوشن بحثية مبنية عن بحث، فبيعملوا اتفاقيات دون النشر بحيث إنه إحنا بدنا يعني تعطونا إيش للباحثين تبعنا مقابل مبلغ تدفع الجامعة بشكل سنوي لهذه المجلة. وبالتالي بصير أي حدا بنشر من هاي الانستيتيوشن بهاي المجلة مثلا بيكون ويفت أو إنه ديسكاونت يعني حسب الاتفاقية. فهاي من الأشياء اللي ممكن يعني إنه بعض الانستيتيوشن تتجه لها، بدل ما تدعم البحث بشكل فردي 500 لكل بحث، والباحث يعني ممكن إنه هذا الشيء يحد من قدرة الباحث ينشر مجلات قوية لأنه ما قادر يدفع البابليكيشن فيز. فلو اشتركت الجامعة مع أكثر من مجلة من المجلات القوية أو من دور النشر ممكن نحكيها، بحيث إنها تقدر تنشر فيها، ممكن كان أوفر لها وبترفع الرانك للجامعة اللي من الناحية البحثية. طبعا أنا بحكي بشكل نظري، لكن هاي أشياء بدها تكون مبنية على دراسات وشوفوا شو تأثير هاي لو عملوا بهاي الطريقة، إنه دعموا باحث يعني الباحث بثلاث أبحاث بالسنة مقارنة لو اشتركوا بشكل كبير. ما بعرف قديش الاشتراكات، ما عندي أي فكرة يعني عن وتصور عن المبالغ، بس أتخيل مبالغ كبيرة ولا كانت جامعات سوتها. أنا ما في هون على علمي، ما في جامعة على الأقل التكنو الأردنية ما في إشي اشتراكات زي، مثلا في جامعة في بريطانيا أو كذا، بعرف أكثر من جامعة في هذا الشيء موجود. أوكي. الآن في بعض المجلات اسمها اللي هي البريداتوري جورنالز، هاي المجلات هي تعمل البابليكيشن ببير ريفيو من غير يعني ما حدا يراجعها، ضعيف او انه حتى غير كريم، اكسبتنس فيها عالي جدا والدفع قد يكون معقول، لكن هاي المجلات مش ماشيه بضمن الايثيكال ستاندردز والبير ريفيو بروسيس الصحيحه. فهاي بعرف طلاب وقعوا في خطا انهم راحوا قدموا وقبلونا، وتلاقيهم نازلين ومكيفين انه احنا اكسبتد وهذا، بتطلع على المجله، هاي المجله مش موجوده لا بسكوبس ولا موجوده اندكس باي مكان، وهي من هاي المجلات اللي يعني اكيد بتقبلك لانها هي بدها اي شيء بتقبله، فبدك تنتبه انك انت ما تنشر فيها. كيف بدك تنتبه؟ انك تتاكد زي ما حكيت لك، بروح على سكوبس موجوده مش موجوده، بروح على كلاريبت اي بتعطيني ادفانتج اكثر. وفي برضه هون بعض الليستس يعني ممكن تحكي لك اللي هي بيلز ليست، هذا ريسورس ذات ليست نون بريدتوري جورنالز، وفي عندك اللي هي ايضا تشيك الاندكسنج زي ما حكيت. كونسيكونسز اوف ببلشنج ان بريدتوري جورنالز، اول شيء مش شيء مش كويس للباحث اللي هو عم بنشر في هاي المجلات، ونفس الشيء البحث تبعك مش ويل نوت بي سايتد وما حدا رح يقرا. اوكي، فهي انتبهوا لها كطلاب، احكوا هي اخذونا وقبلونا وكذا، للاسف بتطلع على الجورنال انا بحكي اسمها غريب شلون وين طلعوها، بتطلع عليها بتطلع انها من هاي المجلات، فانتبهوا لها. المانسكريبت سبمشن بروسيس اللي حكيت لكم اياها من غير ما افوت واقرا هون، وبوست سبمشن برضو اتوقع اني حكيتها لكن نحكيها بشكل سريع، انه انا بس اعمل سبمشن زي ما حكينا، بيجيني انيشال، اول شيء بعملوا تكنيكال تشيكس امورك تمام بروسيد، بوزعوها على بتروح على الاديتور بقراها، اوكي هي ضمن السكوب مجله، بروح بيعطيها للريفيورز، ريفيورز بيعطوا الكومنتس تبعينها، انت بتاخذ هاي الكومنتس بترد عليهم وحده وحده، وبعدين ترجع تبعث لهم اياها، وبعدين هم بردوا ممكن يحكوا لك في كمان كومنت، ممكن يكون قرارهم انه اكسبت خلص زي ما هي بعد التعديل، او انه لا خلص هي مو واي مش معها مجال، وفع
يتركون قرارهم to reject. فهي من الأشياء اللي تنتبهها. من الأشياء أيضاً يعني بهمك فيها سرعة النشر، إذا كان النشر تبعك لسبب أو لهدف معين، degree whatever كان، إنه ممكن تطلب إنك تنشر لأشياء معينة، فعشان هيك أنت بهمك تطلع على سرعة النشر. لكن برضو من الأشياء اللي هي غير إنك تحصل شيء معين، إنه ممكن research question تبعك إذا قدم رح يصير البحث تبعك meaningless وملوش يعني أهمية. فأنت بدك كمان يعني إذا بحث مثلا زي حكيت وقت كوفيد في بدايته كان اكسبتنس سريع كذا، هاي افرض واحدة فاتت على السبشن وقعدت يعني 5-6 أشهر لحد ما رجعوا له، كان بالآخر إنه هاي زي ريسك فاكتورز أوف كوفيد. ريسك فاكتورز أوف كوفيد في بدايتها كانت الدراسات تنشر في مجلات إمباكت فاكتور تبعها عالي جدا، بس لما تيجي بعد 5-6 أشهر صار في سيستماتيك ريفيوز للريسك فاكتورز، صار في يعني عدد كبير من الارتيكلز في هذا المجال. لو بيبر بتحكي لك انه عن ريسك فاكتور صار اوريدي نون وانت لسه بعدك في البابليكيشن بروسس في الاندر ريفيو او غيره، طبعا انت ما عليكش حق يعني انت حاولت، بس انت كان ممكن كونتريبيوشن تبعك انك بس تشوف هاي المجله اللي انت نشرت فيها او بدك تنشر فيها قديش السبيد اوف بابليكيشن فيها. اوكي في شيء بنسميه الباك اب جورنالز، يعني انت لما بدك تشوف اللي هي حكينا من الميثودز لحتى تختار الجورنالز اللي بتنشر فيها، تشوف اللي هي الريفرنس ليست مثلا، او مثلا هلا الليست اللي فرجيتكم اياها الاس جي ار، هاي مثلا واحده من الميثودز انك تشوف. فانت لا تشوف واحده، شوف قائمه ورتبهم من الأعلى للأقل بحيث إنه هاي ما زبطت أنت إلا الوراء، لأنه عملية السيرش طويلة فما بدك إنك تعيدها. خلاص رتبهم مرة واحدة، رتبهم واختار السيرش اللي فيهم. في شغله بيحكوا لك انه لما تعمل السبمشن في شيء اسمه الكفر لتر، هاي بتختلف عن اللي هي بتختلف عن التايتل بيج اللي كنا نحكي عنها في حكيت لكم عنها في البدايه، اللي هي الصفحه الاولى من البحث اللي بيكون فيها العنوان والباحثين والافليشنز، هاي بتكون مع المانسكريبت. لكن في شيء اللي هي الكفر لتر بيطلبوها كل المجلات، هاي انت بتحكي رساله للإديتر بدك تحكي له ليش دراستك مهمه، بدك تحاول تكتبه عندك، فبتكتب زي فقره زي هيك امامكم، انا الباحث كذا كذا قدمت الدراسه هاي، اذا بتذكر بعد اعطيتكم اياها يعني النشره اوريدي. فانا للإديتر انشيف للمجله هاي قلت له هاي ستدي والاساس الكاركترستكس وكذا وكذا، وتاكد له انه احنا اخذناها وهي ما تم نشرها في مجلات او ما تم ارسالها لاي مجله ثانيه، this manuscript has not been submitted and it's not under consideration at any other publication وهكذا، وبتحكي له سنسرلي كباحث انت البي اي بتحط اسمه. اوكي هاي بنسميها شو؟ اللي هي كفر لتر، بحيث انك انت تحكي المين فايندينجز، it presents key findings about demographics وغيرها وغيرها من المعلومات، بس ردها طبعا بشكل مختصر جدا، يعني مش الابستراكت بمسكها وبحطها، لا اكثر اختصار من الابستراكت. بدك تحكي اهميه البحث، we believe these findings will be of interest to the readers of your journal as هي end stage renal disease has emerged as a healthcare burden وهكذا وهكذا، لحتى اقنعهم باهميه الدراسه. حبيت اورجيكم كنت من المره الماضيه اللي هي ريسبونس لتر، لما اجاني ريفيو رجعت حكيت بعثت للإديتور على وقتكم وثانك يو على الوقت تبعكم على الكونسيدريشن للمانسكريبت، هاي الريفيور الاول ك
كان يحكي لنا انها interesting study لكن عنده بعض الكومنتس. فهي اول كومنت هو رقم واحد، هذا من الريفيور بحكي لي عن الدراسة. Should provide information about how many patients were screened. أعطيني معلومات أكثر. Thank you for this comment. All patients followed at the 13 centers were included. وشرحت له كيف النمبر. Was the ethical committee approved to obtain? Yes, هي رقمها. Normally distributed وغيرها. شو أخذته بال statistical analysis. Re-evaluate the statistical methodology. Okay, we appreciate. لكن إحنا سوينا كذا وكذا. However, يعني مش شرط تكون دائما تحكي اوه بتسوي، ما بدك تساوي اللي بده اياه، بدك تقنعه ليش ما سويته. اوكي، فهاي نمسكهم. يعني هذا كان عنده مين هاي، وحاط لي كم شغله ماينر اللي هي مثلا should be omitted from the title. اوكي ماشي. اجى الريفيور الثاني بيعطيكم السبعة، بمسكهم واحد واحد. هلا انا هي بتكون على شكل فطر، لكن انا بمسكهم واحدة واحدة بصير اعملها ريسبونس بهاي الطريقة. وممكن احط استشهد ببعض الدراسات وبعملها ريفرنس لحتى اقنعهم بالفايندينغز تبعي. اي حدا عنده اي سؤال على البابليكيشن بروسس؟ اموركم تمام؟ نفس المجلة. يس، ممكن تجرب حظك، اما انك تحسن عليها ترجع تبعتها، او انك انت ترد تجرب حظك مرة ثانية. يعني ممكن هم كانوا مداك الوقت مضغوطين. وهي صارت معي. بس شو اللي غيرته؟ لا، كان في باحث اكسبرت في البيبليومتريك اناليسيس، انا كنت مسويتها اوريدي، فعملتها سبمشن على مجلة قوية جدا ريجكتد. فجيت انا اكيد في سمثينغ رونج. انا يعني مش خبيرة بالاناليسيس هذا، يعني البيبليومتريك اناليسيس، بس انا سويت هذا البحث بالاشياء المعلومات اللي عندي. فيبدو انه في كومنت اللي خلاهم يعني، فرجعت له. هو باحث من فلسطين، جئت له وهو مشهور في البيبليومتريك اناليسيس، وحكيت له اعطيني خبراتك، شو عندك كومنتس نعدل في هذا البيبليومتريك اناليسيس. فقال لي ماشي، سووا هيك، عدلوا هيك، سووا هون كيوردز هذول، حطوا هذول، وسوينا وعملناها. وكان عنده كومنتس في يعني شويه في الهاي، سوينا الايديتس على المانسكريبت. قال انا بدي اعمل سبمشن. قلت له قد تسوي انت السبمشن، انا ما بحب السبمشن، ما بروسس ستريسفول. قلت له بتريح. أعطيته إياها، وإنه هو عمل سبمشن بالصدفة لنفس الجورنال اللي أنا كنت بدي أعملها سبمشن، أكسب. تمام؟ فيعني أحياناً إذا حسنت عليها وكنت يعني ما في كمان، لا ما في حدا بيعطي شيء كامل. فعشان هيك الريفيوز أنا ما بتضايق منهم، وهاي شغلة إنه يعني بالعكس بقوي المانسكريبت تبعي. فحتى مثلا احنا كزملاء بيننا كباحثين، بتلاقيني مثلا انا لبحث بدي اقدمه ولا امشي فيه، بحب اسمع من زملائي بالقسم بالكليه كذا اي كومنت على بحثي. يعني انا احيانا يعني من خلال الجراديويشن بروجكت كنت اشوف بعض الاكزامبلز، لا تحكي على بحثي ماله، يعني ما فيهوش ليه انت ماخذها بيرسونال. بالعكس اي حدا عنده اي كومنت يعطيني اياه، بالعكس بسهل علي البابليكيشن، احسن ما اسمع واصير ريجكتد عشان هذا الكومنت. اعطيني شو في عندكم كومنتس، ممكن انا شيء مش منتبهت له، ممكن اناليسز ممكن سويته احسن من نوعيتي كذا، ممكن ليميتيشن انا مش منتبهت لها. فانت خصوصا لما تكون تسوي بروجكت ومعك مجال تغير بالديزاين بالبحث، هاي الكومنتس كثير فاليوبل. انا مني شخصيا ما بتضايق ابدا من اي حدا يحكي لي انه في بحثك كذا وكذا وكذا وليش بعمل لي كذا، لانه هذا الشيء بيسهل علي البابليكيشن. وهاي كمان فائده التيم وورك، لانه اللي انت شايفه غيرك ممكن يشوف شيء ثاني، ممكن هذاك يشوف شيء ثالث، وبالتالي بيطلع عمل شبه متكامل لما الكل يعمل كونتريبيوشن سيجنيفيكانت كونتريبيوشن. للاسف بالجراديويشن بروجكت بشوف هذا كتب انتدكشن، هذا كتب كذا، هذا كتب هيك، الميثود ما حدا منتبه شو مكتوب، تطلع البيبر مش منسجمة،
مش مبين عليها تيم وورك. يعني I can tell إنه هذا فقرة من فلان وهي فقرة تانية من فلان تاني يعني بسهولة. فهاي يعني لما الكل بالآخر، وهذا الشيء من الأوثرشيب كريتيريا، إنه لازم الكل أجري على الفاينل فيرجن أوف ذا مانسكريبت، لأنه عشان كل يوم تطلع نفس الروح. هذا الهدف وهذا الأصل. فبنت تسأل أنس الملفات من كارسبونس لتر، يعني من كل هاي الأشياء. طيب إن شاء الله عليهم. حدا عنده أي سؤال؟ أموركم تمام؟ يعطيكم العافية. نعم؟ الورق؟ مش جايبينها اليوم.